مباراة مديوني وهران بالضيف النجم الرياضي لبودا الذي ينشط بالقسم الشرفي لولاية أدرار والذي جاء إلى وهران بنية استكمال المسار. حصلنا لهذا الدور بعد عناء كبير بعد مباراة ماراثونية في الولاية، ثم لعبنا مباراة مباشرة مع الممثل تاع تندوف، مباراة هي اللي حققنا فيها الفوز في ولاية بشار باش لحقنا لهذا الدور 32. الحظوظ تاعنا نشوفها باللي متساويه مع حظوظ اي نادي رايحين نواجهه، حتى لو كان ما كانش نادي مديوني وهذا نادي نحترموه. المقابله تاع الكاس ماشي كيما المقابله تاع البطوله، حنا ان شاء الله محضرين في ظروف جيده. ضغط واضح فرضه مديوني وهران منذ البدايه عن طريق حدو، يرد ويس من عمل قاده ملوكي على الرواقي الايمن. نجم بودا الذي حاول كسر هجمات رفقاء كلا بانتهاج خطة تسلل، نجح صانع لاعب نادي مديوني عتي في إمضاء أولى أهداف المباراة. ولم تمضي أكثر من ربع ساعة عن الهدف الأول حتى ضاعف النتيجة، حد برأسية تخادع الحارس بن علي. توالت هجمات أصحاب الأرض لتثمر إحداها بثالث الأهداف من توقيع صحراوي. وما هي إلى دقيقة واحدة حتى يضيف نادي مديوني هدفه الرابع من هجوم معاكس. الشوط الثاني حاول فيه عناصر نجم بودا العودة في النتيجة من خلال محاولة غزوي وكد البديل ويس. أما الفعالية فكانت من جانب الفريق المضيف الذي أضاف الهدف الخامس عن طريق البديل بن معزيز. هذا فيما تولى البديل الآخر عامر يحيى هدفه السادس في الدقيقة 31 من زمن الشوط الثاني. اللاعب نفسه يعود ويوقع هدفه الثاني الشخصي له والسابع لناديه. أما قديدر فتكفل بالهدف الثامن والأخير. وتأهل منطقي لمديوني وهران وللاحترام لنجم بودا من ولاية أضرار. الله غالب الأداء كان باهت اليوم، الغالب راجع التعب تاع السفر، ربي يوفقهم ان شاء الله.